ورجعنا تاني مشاهدينا، بنصبح عليكم. واول فقره هي فقره الصحافه، علشان اي حد صاحي دلوقتي معانا بيتفرج علينا وهو بيشرب القهوه يعرف معانا كده ايه الاخبار واهم المنشطات الموجوده في جميع الجرائد النهارده. النهارده بقى منورني في الاستوديو الصحفي القدير النهارده الاستاذ عادل السنهوري، هو رئيس تحرير مدير نائب رئيس شوف انا برايك انا برايك مدير تحرير جريده اليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ساره، صباح كل المشاهدين. الله يخليك، ده بنوركم كلكم. اخبار الجو بره ايه النهارده؟ يعني اعتقد معقول شويه. انا حاسه ان هو اتحسن شويتين حلوين ان شاء الله. وش خير. الحمد لله. استاذ عادل تعالى كده مع بعض نسرد الاخبار ونرجع خبر خبر كده نتكلم مع بعض. اول خبر مشاهدينا هو في الاهرام صفحه اولى، البرلمان يحدد اليوم قواعد اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه للدستور. الاهرام صفحه اولى، التيارات الاسلاميه تشكل لجانا لتحديد مرشحها للرئاسه. اما المصري اليوم، الحكومه تحيل طلبات تصالح نزلاء ترى الى منازعات الاستثمار. الشروق صفحه اولى، مسيرات غاضبه في بورسعيد. الاهرام صفحه اولى، الجنزور يجتمع برموز الاهلي وبورسعيد لنزع فتيل الازمه. الاهرام صفحه اولى، 670 الف مستفيد من الحوالات الصفراء ومواعيد الصرف خلال اسبوع. اما المصري اليوم صفحه اولى، وقفه احتجاجيه ضد تشغيل موبكو، والشركه بتقول الكره في ملعب الحكومه. اخر خبر معانا في الاهرام صفحه اولى، فض اعتصام اهالي سينا وحل ازمه معسكر القوات الدوليه. اول خبر بقى، والبرلمان بيحدد النهارده قواعد اختيار اعضاء الجامعه التاسيسيه للدستور. لا طبعا، يعني هو النهارده اعتقد انه يعني مساله الدستور، انا وجهه نظري يعني دي المساله الاهم من معركه الرئاسه القادمه، لانه حتى الرئيس القادم هو مفروض انه تكون هيحكم وفقا للسلطات بيحددها الدستور. فحتى الان احنا يعني مش عارفين يعني الدستور هيكون في ايه، او هيتم اعداده ازاي، لانه هو المساله يعني المفروض انه الدستور ده هو اللي اعتقد انه بيحدد علاقات كل اطياف داخل المجتمع، المستقبل السياسي، الشكل السياسي والمستقبل السياسي للدوله في المرحله. المفروض ده دستور دائم في المئة سنه القادمه على الاقل. فانا من وجهه نظري انه يعني حاسس انه الاهتمام الاعلامي قوي بمعركه الرئاسه او بانتخابات الرئاسه اكتر من الدستور، مع اني شايف ان هذه هي المعركه الاهم اذا استعملنا الجاز لنا استعمال المصطلحات الحربيه. يعني لانه بالفعل الدستور، يعني الدستور هو الاساس في كل هذه المعارك. فلانه بالفعل احنا محتاجين دستور لا يتنازعه احد، لا يستاثر به فصيل ديني او تيار سياسي معين، انه دستور يعبر عن حاله التوافق العام في المجتمع بكل اطيافه، بكل نقاباته، وبكل جمعياته والى اخره، انه على الاقل يعبر عن كل هذه الاطياف. يعني ما ينفعش انه طب حضرتك استاذ عادل متخيل بنسبه كام في المئه ان المعادله دي هتتحقق فعلا في الدستور ده؟ اصل ده لازم يحصل. المساله الحزب الدستور مش دستور لا اخوان ولا سلفيين ولا نصريين او دستور مسلمين ودستور مسيحيين. ده دستور بلد، دستور دوله، دستور مجتمع. هو اللي بيحدد العلاقات، هو اللي بيرسم الطريق للمئة سنة القادمة لشكل الدولة. فبالتالي الجمعية التأسيسية دي زي أي جمعية تأسيسية يعني في العالم. يعني هو في دور أكبر كمان للجمعية التأسيسية لما بتشكل، يعني نقول جمعية تأسيسية، المفروض الجمعية التأسيسية دي بيبقى فيها بتفتح حوار مجتمعي شامل من في طول البلاد وعرضها، علشان تستطلع الرأي الناس في الدستور القادم. الدستور ده ملك للجميع وليس ملك لبرلمان او ملك لتيار. فبالتالي هناك الاقتراحات المطروحة الكثيرة جدا، زي مرشح الرئاسة، اكثر من 360 مقترح مقدمين للبرلمان لوضع المعايير او تحديد المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. هناك يمكن شفنا احنا المرحلة اللي فاتت الفصيل التيار الإسلامي بيطالب ما بين 40-60%. هناك اقتراحات بتقول انه مش شرط البرلمانات لا تضع الدساتير ولا تختار اعضاء الجمعية التأسيسية. فهي المسألة محتاجة على الاقل يعني نظرة مرعاة للصالح العام.
كان في دساتير زمان كانت محطوطه في الدرج وبيقال ان هي كانت هايله جدا، هل هيتم الاطلاع عليها مثلا وقت ما هما بيكونوا بيحطوا بيفعلوا القوانين الموجوده في الدستور؟ يعني مصر، شوف يا ساره، مصر مش دوله حديثه، يعني مصر من اقدم الدول اللي حطت قوانين وتشريعات. يعني مساله الدستور، يعني احنا عندنا تجارب سابقه، يعني سواء في دستور 54 كان بيقولوا عليه دستور جيد، استعانة ممكن دستور 23، ثم الدساتير بعد ذلك، يعني حتى دستور 71 كان دستور يمكن يعني ممكن الاستعانه به والبناء عليه، ولكن طبعا سلطات رئيس الجمهوريه اللي تم تعديلاتها بعد كده هي اللي شوت هذا الدستور. فاحنا لدينا الخبرات ولدينا التجارب ممكن نستعان بها، والاطلاع ايضا على تجارب الدول الاخرى. يعني انا مش عايز اقول لك معلومه انه انجلترا حتى الان يعني ليس لديها دستور مكتوب لحد يعني دلوقتي، ما لهاش دستور، ما فيش دستور مكتوب، ما فيش دستور لبريطانيا مكتوب، وثيقه واحده، في وثيقه واحده، هو بيعتمد على تراثه الديمقراطي للقوانين اللي حطها لممارساته المجتمعيه اللي قبل كده اللي بتحدد شكل الدوله. فيعني حتى امريكا، يعني امريكا الدستور من ساعه ما تم وضعه حتى الان لم يتم فيه تعديل، واعتقد الدستور الامريكي يعني حتى مستلهم او مستمد فلسفته من فلاسفه انجليز وفلاسفه امريكان. فبالتالي الدساتير مش برنامج، مش مشروع قانون بيطرح ليه المناقشه في الجلسه العامه لمجلس الشعب والشورى، وانما هو دستور يجب ان يعبر عن روح الامه وطموح الامه واهدافها المستقبليه. مظبوط استاذ عادل. طبعا مع الفارق عايزين نروح بقى للاهرام. النهارده مكتوب التيارات الاسلاميه تشكل لجان تحديد مرشحها للرئاسه. تعليقك ايه على الخبر ده؟ مين المتخيل ان هو يكون موجود؟ يعني الفتره برضو اللي فاتت يعني شهدت انه سواء الاخوان او سواء السلفيين الكل دلوقتي بيبحث عن المرشح لدعمه في الانتخابات القادمة. يمكن بالأمس كان في الاجتماع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على سبيل المثال، ثم اجتماع مجلس شورى الإخوان، أنا بسميه المكتب السياسي الجماعة، لتحديد المرشح اللي هيتم دعمه. واعتقد انها كانت ولاده متعثره على حد تعبير المهندس سعد الحسيني، ان حتى الان لم يتم الاتفاق على المرشح. نفس الحكايه السلفيين، هناك حوار بين الاحزاب السلفيه المختلفه على دعم مرشح بعينه، ان كان الاتجاه نحو حازم صلاح ابو اسماعيل لدعمه في الانتخابات القادمه. لكن انا اعتقد انه قد انتخابات الرئاسه التصويت في انتخابات الرئاسه قد يختلف هذه المره. بالتاكيد هيكون هناك يعني تاثير ودور للتيارات والفصائل الاسلاميه للمرشح المدعوم، لكن اعتقد انها قد تختلف كثيرا عن انتخابات مجلس الشعب. استاذ عادل، احنا دلوقتي هنروح للشارع والمواطنين، هنتكلموا عن اكتر خبر لفت نظرهم. بليز حضر لنا الخبر اللي لفت نظرك الاسبوع ده قبل ما نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا خلينا نشوف ايه الخبر اللي لفت نظر الناس في الشارع ونرجع مره ثانيه للاستوديو. نهارك سعيد. انا اكتر خبر لفت نظري او اليومين اللي فاتوا دول عن انتخابات الرئاسه، المرشح اللي لقوا معاه بانجو ده اكتر خبر استفزني. يعني انا اكتر خبر لفت نظري في الجورنال الاسبوع اللي فات وفي الدوري العام. خبر لفت نظري الاسبوع ده كان في واحد بيع متجول معاه بقروس فقدم نفسه للرئاسه ورجع بسرعه للفرش بتاعه. اهم خبر لفت نظري في الفتره اللي فاتت وصول عدد مرشحين الرئاسه لاكثر من 600 مرشح. طبعا اهم خبر الاسبوع اللي فات كان زياده عدد المرشحين. حسينا ان كل يعني كل واحد معدي سحب استماره عشان يرشح نفسه، فدي حاجه كانت اوفر قوي يعني بالنسبه لي. يعني مؤاخذه عامله نظافه تروح ترشح نفسها في رئاسه الجمهوريه، ده ما رضيش ربنا. ده اهم منصب في مصر كلها يعني عامله واحد بتاع بانجو، ده ما رضيش ربنا. طبعا اهم خبر كان هو زياده عدد المرشحين بعدد غير محدود، ومفيش ليميت او مفيش معايير معينه للانتخابات. اهم قرار سمعته او سمعت عنه خبر هو قرار اتحاد الكوره بالغاء الدوري العام. والله هو لفت نظري بصراحه زياده عدد المرشحين لرئاسه الجمهوريه بشكل كبير جدا. اهم خبر لفت نظري طبعا كان موضوع الناس الكتير قوي اللي عماله بتخش الانتخابات بشكل غير طبيعي. يعني من دول
رجعنا لاستوديو نهارك سعيد، وواضح استاذ عادل انه اكثر الناس حديث الساعه طبعا مرشحهم للرئاسه هو مين، والدوري العام اللي توقف وال 350 بقى هو تعليق. يعني هي المساله مش في مرشح الرئاسه، في يعني زي ما بقولوا ماسوره الرئاسه اللي انفجرت في وجه الناس. ده حصل بقى شويه ايه لخبطه بين الناس، قالك اللي مش هيرشح نفسه للرئاسه هيقع عليه غرامه. يعني وبعد كده تقريبا هيعملوا اعلانات بعد كده للبحث عن ناخبين. انا عايز اعرف حاجه، هو ده هي دي جراءه من الناس يعني كبت بعد فتره طويله جدا ما حدش قادر ان هو يعمل خطوه زي دي، ولا ده طموح ولا استهتار؟ يعني بص، يعني انا اعتقد انها يعني لو في المنظور يعني فيها ايجابيه. يعني على الاقل الناس شايفه انه ده حق ليها انها تترشح بغض النظر عن جديه الترشح او مؤهلات المتقدم لصاحب اوراق الترشيح او لغيره، بس على الاقل هي مساله يعني ممكن نوصلها بايجابيه بعيدا عن المنظر الفكاهي او الكوميدي في المشهد بشكل عام. يعني في النهايه الناس برضو ما زلنا احنا عندنا كده وجدان بانه هذا المنصب هو يعني منصب مقدس او نصف مقدس. لا في الاخر كمان المنافسه هتكون بين اشخاص بعينهم طبعا كلنا عارفين هم مين يعني. بس طبعا يعني هي المسألة يعني للأسف كان مفروض يعني يبقى في ضوابط تضمن جدية المرشح، لأنه ده في النهاية ده منصب مصر، يعني مش منصب أي دولة. يعني وأنا أعتقد العدد المتقدم ده يعني أعتقد النهاردة وصل 680 أو حاجة كده، ده أعتقد ده ممكن نسجل بيه في موسوعة جينيس يعني للأرقام مرشح الرئاسة، لأنه أعتقد مش هتكرر تاني في أي دولة. فهي طبعا أنا عايز أعرف بقى أهم خبر لفت نظر حضرتك الأسبوع ده أو مبارح وأنت بتقرأ الجرايد في أي وقت يعني في الأسبوع اللي فات، إيه الخبر اللي لفت نظرك؟ يعني هو طبعا في الخبر الخاص بالتصالح، يعني التصالح مع النزلاء ترى او المحبوسين على ذمة القضايا او محبوسين بالفعل في ترى زي عز او المغربي او حسين سالم او الى اخره او جرانة او الاخر. يعني ده المسألة دي بالفعل يعني اذا كانت هناك جدية انا اعتقد انه ممكن يتم التصالح، بس يكون هناك قانون واضح التصالح على اي اساس، ايه الضوابط بتاعته، حجم الاموال، ولكن في النهايه هل التصالح سينتهي عند هذا الحد ام ان هناك جرائم اخرى، جرائم فساد سياسي يمكن الحساب عليها. فهو ده اعتقد انه المساله محتاجه يبقى ليها قانون واضح. هل المساله هيتم التصالح بس على الاهدار المال العام والاستيلاء على منشات او اراضي او غيره؟ ماشي الحال بشرط يكون في قانون، لكن في النهايه هناك جانب اخر، يعني في النهايه في هناك من شارك في افساد الحياه السياسيه في مصر، فهو ده محتاج قانون. يعني عشان بس المساله ما تبقاش ان انا هرجع يعني كام مليار مقابل انه خلاص ان انا كده براء، يعني مش قاعده عرب هي هنرجع الفلوس وان انت تقول انا خلاص مش هعمل كده تاني وخرجني. على العموم هو ده اساسا كان خبرنا اللي على طول في المصري اليوم، ان الحكومه تحيل طلبات تصالح نزلاء ترى للمنازعات. ما هو عشان كده اللي انا بقول دي خطوه برضو يعني بتشوف حضرتك ازاي التصالح مهم، يعني بس هو في النهايه لازم يكون هناك قانون واضح. يعني ما على اي اساس هيتم التصالح مع مثلا على سبيل المثال احمد عز؟ يعني في النهايه اذا كان في تصالح ففي النهايه ان انا لازم اراجع كل عقود الشركات اللي هو خدها، زي شركه عز للصلب اللي هي شركه الاسكندريه الوطنيه اللي كانت اكبر شركه قطاع عام في مصر، وانا ما كانتش بس كانت بتنتج كل انواع الحديد، يعني لان انتاج الحديد ممكن يكون حديد صلب فقط في نوعيه معينه، لكن هذا المصنع الاستاذ عز كان واخده كامل ومكمل وجاهز من كل شيء، ولما ما دفعش فيه مليم يعني. فبالتالي لا ده التصالح هنا لا محتاج ان نراجع هذه العقود، والعقود قد تكون باطله في حاله الاخلال باي نص فيها فترجع للدوله. ده هياخد وقت بقى، يعني بالتأكيد هنقعد بالتاكيد ده هياخد وقت، بس لازم يكون هناك قانون واضح. اذا كان هتبقى المحاسبه على مجرد اهدار مال عام او استيلاء على اراضي بدون وجه حق الى اخره، ده جانب. لكن هناك الجانب الاخر اللي حتى الان لما تم محاسبه اي شخص في النظام السابق عليه هو الفساد السياسي. يعني جريمه الفساد والافساد السياسي في مصر طوال الفتره السابقه. هنشوف التصالح ده هيثمر عن ايه او ايه اللي هيحصل فيه وايه القوانين والضبط والربط اللي هيحصل فيها قريب جدا، يعني هنعرف كل التفاصيل دي. الشروق مسيرات غاضبه في بورسعيد،
خلينا نخش برضو على الخبر عشان ما نضلناش غير دقيقتين. انه الاهرام بيقول ان الجنزوري يجتمع برموز الاهلي وبورسعيد الرموز اللي موجوده في الجانبين علشان يكلموا او ينزعوا فتيل يعني الرهبه اللي حاصله. محتاجين بالفعل بس يعني طبعا في غضب في بورسعيد، في احساس عالي جدا بان هم تعرضوا لظلم، بان هم يكونوا البلد ضحيه لارضاء جمهور الاهلي او الى اخره. انما هي المساله محتاجين ان احنا يعني نخلص من هذه المسائل بعلى الاقل اعمال القانون. اذا كان في هنا قانون للقصاص من اللي ارتكبوا مجزره بورسعيد، فاعتقد هي المساله هو ده الحل، وان احنا المساله ما تخرجش عن اطارها اكتر من كده، لان زي ما احنا شايفين مهاترات على الاقل من اللي ارتكبوا هذه الجريمه. انا قصدي انه علامه استفهام القصاص من مين؟ بقالهم قد ايه عمالين بيعملوا اجتماعات وبيقعدوا مع بعض في في في, 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 في كتير جدا في الجرايد اخبار ان بكره قعده القمه بتاعه بورسعيد والاهلي والحاجات دي. عايز اعرف ليه لحد دلوقتي ما حدش شاور على حد بعينه بيقول ان هو قرارات احاله. عندك قرارات احاله دلوقتي النائب العام احالها، فانا يعني كل ما نتمناه انه يتم الاسراع في الاجراءات التقاضي واجراءات المحاكمه على الاقل عشان ننتهي من هذه المساله. هناك ارتياح اي نعم دلوقتي بقرار الاحاله، لكن يتبقى في النهايه ان هو اظهار المجرم الحقيقي وراء هذه المجزره حتى ننتهي، لان المساله اعتقد انها كل ما بتزيد يعني كل ما كل ما هيبدا يبقى ملف من الملفات اللي بتتحط في الدرج. برضو لازم نشاور على حد بعينه ونقول هو ده السبب في القصه دي او في المجزره او في المذبحه، وده لن يتم الا بقضاء نزيه وعدل في النهايه. صح. الاهرام صفحه اولى 670 الف مستفيد من الحوالات الصفراء ومواعيد الصرف خلال اسبوع. دي طبعاً خبر يعني احسن خبر النهارده موجود الحمد لله. يعني اعتقد انه التواصل مع العراق في النهايه، العراق حولت 408 مليون دولار، التفاوض حاليا وان العراق ابدت موافقه على فوائد المبلغ الاصل للحوالات الصفراء. انت عارفه القضيه ديت كانت يعني بتهم يعني زي ما بنقول اكتر من نص مليون اسره مصريه بقى لها تقريبا اكتر من 20 سنه او اكتر من 20 سنه بالفعل. كان هؤلاء الناس مش عارفين ازاي يحصلوا على مستحقاتهم اثناء عملهم في العراق، فانا اعتقد انه دي خطوه جيده جدا. على الاقل اهو يعني خبر صار وسط الاخبار الزحام الاخبار او غبار الغبار والضجيج اللي في مصر حاليا. يعني استاذ عادل انا بشكرك، هقفل معاك بالخبر المفرح ده يعني او المبهج على الصبح كده. اخر اخبارنا كان الخبر ده. انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده الحقيقه، ونورتنا استاذ عادل. الله يخليك يا ساره. شكرا. مشاهدينا خلاص خلصت الصحافة وخلصت أخبار الصحافة النهاردة في نهارك سعيد. كان معانا الأستاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع. قبل ما نروح للفقرة اللي جاية على طول دي، معانا تقرير عن ختام مؤتمر الثورة والدستور في التاريخ الحديث، هنشوفه ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد.